من أفضل هداف في العالم وحاصد لخمس كرات ذهبية إلى دكة البدلاء في غالبية مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. هكذا أضحى وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ناديه الحالي مانشستر يونايتد، وضع دفع الدون إلى تصرف متهور جديد، إذ رفض هذه المرة طلب مدربه تين هاغ بالدخول بديلا في مباراة الفريق الماضية أمام توتنهام، ومن ثم مغادرة الملعب قبل نهاية المقابلة. الهولندي إريك تين هاغ أكد في ندوة صحفية قبل مباراة فريقه ضمن الجولة 13 من البريمير ليج أن كريستيانو رفض الدخول بديلا في مباراة توتنهام، مشيرا إلى أن معاقبته ضرورية ومشددا في الوقت نفسه على أهمية اللاعب للفريق. وردا على سلوك نجمه، أعلن نادي شياطين الحمر في وقت سابق استبعاده عن قائمة الفريق الذي سيحل ضيفا على تشيلسي السبت.